واش العشران؟ السلام عليكم. بغيت نعمل لكم ديك الدخله ديال الدري. السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. هذيك كنخليوها عين الرياكشن الدراري. دابا عندنا هذا الفلوق، هذا غيكون عباره عن لونطريمون بحال دائما، حيت انا الروتين ديالي كيف ما كتعرفوني نتوما هو لونطريمون. من غير لونطريمون ما كنعمل حتى شي حاجه في الحياه. قرايه ساليناها، يعني داكشي اللي مهم ساليناه. دابا مقابلين خوتي ديالي وكنفيدوهم ونكحكحوا مع بعضنا، وهادشي اللي كاين الدراري. اول حاجه كنعملها قبل ما كنبدا لونطريمون ديالي باش كنمشي البادي ديالي كعاطيني باش نتريني، يعني كاين الانرجي وكاين باور باش نتحرك باش كنتغدى وشني كنشرب فاش كنمشي نتريني. ليتس جو الدراري، تبعوا معنا. اول حاجه كنبدا بها الغدا ديالي، حتى لما جبرتي الغدا مره كنهز جوج البيضات، جوج البيضات. خصك تاكل شي حاجه اللي عاد تبقى نتا خفيف، تعمرتي بزاف وفي نفس الوقت فيك الانرجي. جوج البيضات كافيين باش يطلع لك المورال ويطلع لك الانرجي. موراها عاد نعدلو واحد المشروب اللي عاد يعطينا واحد الطاقه. اوكي، خليكم تبعي. هادي انا كنزيد معاها كيمون واليبزار، يعني انا كيعجبني البيضه تكون ما تكونش شاحته. دونك نتوما تقدروا تزيدوا معها اللي بغيتو. داكشي يا سلام والسلام. خافكم تو كنزيدوا معها كيعجبني. فهمتي؟ دابا هادو تقدر تزيدو تقدر ما تزيدوهمش. دابا هادو غير بالنسبه ليا انا باش ما كنهبطش هاد البيضه شاحته الخاوه ديالي. فهمتي؟ فهمتي المنظر؟ نقطعو ميده حاجه كنسيبوها في السبل. الله اكبر. هذا هو الفلوق والا بالك. خليو الزويته تسخن شويه ومن بعد نضيفوا عليها الخليط هذا اللي جا رائع صراحه. عملت زيت بزاف اصاحبي والله. المهم الدراري يا سلام والسلام. صافي نزيدو هاد البيضه هادي. ناقصو البوطه باش ديك الزيت ما كيبقاش يترش. اولا غنجيبو واحد اللعيبه، واحد اللعيبه تيكا غنجيبوها بحال هادي. ها هي كتب الراس ما عندها شي، غادي نغطيوها هنا باش داكشي كيطيب فيت في. واحد الريحه الدراري والله ما عادي. والمشروب اللي قلت لكم غنحضرو وهو القهوه. القهوه كحله معروفه بانها اون فوا كتشربها المورال كيطلع، هذه معروفه خصوصا في الرياضه، كتعطيك واحد الانرجي واحد الطاقه، وهي صحيه تشربها واحد مره في النهار اذا ما كنتش مدمن عليها. من الاحسن ما تبقاش تشربها يوميا، تشربها الساعه اللي تكون عاد تريني فيها. الساعه اللي تكون عاد تريني فيها كتشرب كاس كيف ما نوريكم دابا. نوريكم حتى مقياس، يعني شحال خصكم تشربوا. ما تكثروش منه بزاف وما تشربوش شويه. المهم الوسطيه والاعتدال. دابا غنوريكم شحال نعدلو عاد تشوفوا معنا كلشي ان شاء الله. هذيك البيضه كتبان لي تحرقات الرئيس والله العظيم. لا تحرقت بلاتي تنشوفو منين. ليه عينك الرئيس كيفاش رجع؟ غلطتي شني هادي ازاي؟ غلطتي هذا السخط هذا اسامة. ليه كيفاش رجعت؟ أول مرة ترجع لي هيدا الدراري نسيناه مسامح. المهم هي فيها بروتين، ما تحرقت ما حتى شي حاجة، هي وقع لها بحال هيدا وصافي طابت بزاف. دابا عندي هاد البريق هذا اللي يدو مهرس، ديني هانية، ها هو فين هو، عادي نفتحوه. كنوريكم شحال الما خصنا نعملو. حتى بالنسبة للدراري اللي كيمشيو للقهوة باش يشربو إكسبريسو ولا يشربو شي قهوة بحال هكا، كاين هادي يعني تجيب بريق عادي وتما شوية دلما. هاو ما عرفتش واش كيبان. الله الله الله. المهم تما شويه د الماء وتشد ليها الفلتر ديالها. ها هو فين هو
وتعمر بقهوه بزاف. ها هما كيف ما كتشوفوا عمرنا بقهوه بزاف، نعوضوها شدوا عليها الماتريال ديالها. هادي بالنسبه للبنادم اللي باغي اكسبريسو طلع اوريجينال، يعني بحال اللي كتشربها في القهوه، هادي هي اللعيبه ديالها، ما كاينش شي حاجه اخرى. انا اخوتي بحال اللي معصره في القهوه هاي. كما العاده الدراري نبدلوا لينا ونقدوا الحاله ديالنا باش نخرجوا ان شاء الله. دونك ما عرفتش شنو غنلبس، اما هادي نلبس وقيله هادي. دا هو الفراش متواضع، لبسناه مقلوبة. اوكي ما فاك عم تخلعوش يا الدراري داير انا. المهم الدراري دابا غنقدو الحالة ديالنا، نعوضو الشعر. والحافظ الله يا الحافظ الله يا الحافظ الله. والله الا خلعنا لي فانس يا اخي، خلعنا المتتبعين. المهم الدراري داكشي مارش بخير، دخم رخم زبلوش ومقبص واحنا سالينا. المهم الدراري نتلاقاو برا، نتلاقاو في لونطريمون ديالنا، ونعطيكم شي نصائح مهمه بزاف بزاف اللي عاد تقدروا بالنسبه للناس اللي بداو والناس اللي زعما ماشيين في الدومين. نعطيكم شي نصائح اللي عاد تستافدوا منهم وهادشي اللي كاين. تهلاو نشوفكم برا. الدراري الله جبرتونا دابا وصلنا باش نترينيو ان شاء الله، وعاد تستافدوا معنا في هاد لونطري. ما انا بالنسبه للناس اللي مبتدئين والناس اللي ديجا كيعرفوا هاد اللعبه هذا، دونك اي واحد سواء كنتي كتريني الاكروبو ولا كنتي كتريني باركور عادي تستافد معنا. غنوريكم شي تروكوس تحسنوا من المستوى ديالكم، وهادشي اللي كاين خليكم في التتبع. دابا التسخينات يا ام سيدي، التسخينات ضروري ياك اخي بدر. هي العام دا كامل على ديك الارض. كيف 20 دقيقة وخسر شوية. يا عرارة. بس كتسمع ديك الطاقة. كتصور اخاوة. اوه لا رأس لا لا. هادي غنتعلى فوق الكاميرا سالي. بدرو شوف حدا مزيونة. اوه دورتي بحال التينيس اصاحبي. بس لا يلا جو المتسابق الأول يمر بسلام، وهنا المتسابق الثاني الذي سيفعلها الرائع يا معلم. جود جود رائع يا سلام. واحد الإحساس الدراري ما تصوروش ملي كتكون في السماء وأنت كامل بحال هكذا. كتحس براسك عامل إشقاء النجمي. شنو كتحس براسك؟ إشقاء تكون بحال هكذا ناطرة. كنمروا الحركة التالية هي السايد فليب، هي هادي. جو مزيان. باقي باردين ياك الدراري؟ والله إلا باقي ما سخناش القهوة. اوكي ان شاء الله دابا نخدموا هاد الحركة هادي كتسخينات، وعاد موراها غادي ندخلوا اللعب ديال بصح. المهم في الاخر مره غادي نقول لكم زعما التركوس باش تجيبوا هاد اللعبات هادو بسهوله، يعني بقوا متبعين معنا هاد الفلوق هذا وعاد تستافدوا ان شاء الله معنا.
وكنصح الدراري اللي هي اللعبه ديال الدومين ما تبداش بهاد السخينه هادي، حيت راه عاد الصفراء ديال بصح. لهذا كنصح اي واحد بادي في الدومين حتى يسخن مزيان عاد ديك الساعه يبدا هاد اللعب هذا. قول لهم شنو الفرق بين هاد الرياضه باليد، هاد الرياضه وباليد المخدرات، يعني شكون اللي اكثر غادي تتربط فيها اكثر؟ وهي باليد ديال الرياضه شي حاجه اللي زايده ملي كتبلى بالرياضه، ماشي بحال تبليتي المخدرات. دابا حنايا ماشي مبليه المخدرات، ولكن ديك التاثير ديال المخدرات كتعطيه لنا الرياضه. واللي بغى يبدا في هاد الرياضه هادي اخوتي كاين اللي كيقول لك باللي فهمتي الزعامه هايده وزعام وبقى تتقلاوش وخبط، ولكن بداو بالعقل والسلامه ديالكم ديال الاولى، بداو في الرماله ولا في شي كورتون ولا. المهم الخوص هضر صداع هذا صاحبي. المهم بالنسبه لهذه الرياضه، الناس اللي عندهم الرغبه باش يتعلموا هذه الرياضه ديال الخوص، فهي رياضه سهله من ناحيه وصعيبه من ناحيه اخرى. من الناحيه الاولى فهي يعني كتبعدك على المخدرات، كتسملك بزاف الحوايج مزيانه في حياتك، تبدل لك حياتك، يعني ما عمرك ما تبقى تفكر في المخدرات وداك الشيء. من ناحيه اخرى كترجع مدمن على هذه الرياضه، هذه الجانب السلبي، مدمن يعني انت الجسم ديالك فيك العياء وداك الشيء، في نفس الوقت كتبغي تريني وداك الشيء. المهم كنصحكم تبعوا هذا الفيديو حتى الاخر ولايكيو بزاف وهذا الشيء اللي كاين. يلا هي هذيك فاز ثاني ناقص واحد شويه. هاد اللعبه اللي شفتوها اخوتي عباره عن اكروباتيك، يعني ما نقدروش نصنفوه في باركور، ما نقدروش نصنفوه فري ران. الرياضه الدراري كتساعد يعني في البنيه الجسميه ديالك، كتعطيك واحد الجهد واحد الباور اللي كتقدر تريني بها الرياضه ديال باركور وفري رانينغ. يعني اللي كترينيو باركور وفري رانينغ غالبا دازوا من مرحله ديال الاكروبات. وهذا الدراري اللي شفتو دابا، بالنسبه كنصح اي واحد مبتدئ يبدا بهاد اللعبه هذه، لان هي اللي غتساعدو في اللي ماشي. كاين بنادم يلاه كيدخل لهذا المجال هذا كيش ما خلاك نعم اسيدي تقلب وكذا كيبدا بهم من الاول، ولكن ما كنصحش بهذا الشيء لانه يقدر يؤديك الاعطاب وبزاف الحاجات اللي ما عادش انت تبغيها. انت جيتي تريد وهاد الرياضه هذه خصك تبداها بشويه وبالعقل، ماشي تبدا جاهل هيدا ديريكت تبدا تشقلب، يعني تبدا بلي باس الوالا الرولو الروندا اللي دابا تشوفهم في الفيديو ان شاء الله. وبحال اللي قال لكم بدر، يعني ستيب باي ستيب، يعني كتبدا من الخطوات الاولى من لي باس ديال هاد اللعبه هذا. حتى شي واحد ما كيبدا من الصعيب، دائما كنبداو بالسهل وكنبقاو طالعين فيه بشويه والنيفو كيتساد، ومع براتيك يعني كتديفلوبي راسك. ملي كتجي تريد خصك تجي تنشط، ماشي كتجي زعما ساخط خصك تعمل واحد الحاجه، يعني ساعه الا ما عملتيهاش ترجع للدار ديالك ما ترجع كاعي وفهمت، يعني اجي ونشطوا اخوتي هذه اول حاجه تفكروا فيه. عاد ديك الساعه كيبدا التركيز على الله. ايوا هاد الجهه وايد مزيان. اجي شنو كنتي كتقول في الهواء؟ كنقول بيان كي دور صحيح. الحريف ديال النجوم لايف از فور ديب كيسز. الله الحريف ديال النجوم. ها انتوما الخوت شنو مكتوب عند زيت في التيشيرت ديالو؟ لايف از فور ديب تيشيرت. شنو تما كيسز؟ سترينج ادفنتشر ميد نايت سويتس. ديب كيسز الدراري، كيسز راه مزيانين كيطلعوا واحد الباور في الجسم ديال الانسان. و تشوف هاد الحريف هذا عيب كيسز ان شاء الله. شهر رائع. شوف له هو. الا ديف عمر شي كاش من هاد الحريف. زاهية. هاي لا قاود برو سقيني. شنو خصك؟ شنو خصك؟ بحال الرطبة يدلي. اجي دابا هذا شمن نوع دابا هاد الجرو هذا؟ هذا كروازي. كروازي الروطباي اللي هذاك راه. المهم الدراري دابا كنكونوا سالينا لونطريمون ديالنا، غنتحركوا عند شي اصدقاء كيعملوا داك الشيء ديال الجيتار، غنمشيو نتموسكوا معاهم ونستمتعوا معاهم وتستمتعوا معنا في الفيديو، يعني ما يكونش في عين الرياضه غنستمتعوا شويه من الموسيقى وديك الساعه تحركوا في حالنا. نشوفكم تسلموا.